بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس والأربعون. قرق بيشنج درس. معاني الكلمات سوزلرني مانولر. خاتم أزوك، خواتم أزوكلر. فص أزوك كوزبو، فصوص أزوك كوزلر. قمت بخطوشلر. سوار بلاك أزوك، أساويرة بلاك أزوكلر. قرط زرك، قراط زرقلر. عقد شادة، عقود شادلر. مرجان مرجان، ذهب ألتن، فضة كمش، معدن كان، معادن كونلر شهدلر، لؤلؤ مروارد دور، ألماس ألماس، ياقوت ياقوت، يواقيت ياقوتلر، قوي كشلي، أقوياء كشليلر، ضعيف كشسس، ضعفاء كشسلر، ظن جمان قل، يظن جمان قل يبت، يجي قلد، ظن جمان قل، ظن جمان قل مق. أظن في الفصل سنتدب جمان قل من. من فضلك التماس مرحمة قلب. جملة لن ترجمة قلمس. خاتمي من ذهب وفصه من ياقوت. أزوجهم تلا دندر وأنين كوزي إسا ياقوت دندر. في البحر يوجد اللؤلؤ والمرجان. دينجز ده دور ومرجان لرر طبلت. هذا الخاتم غال جدا يساوي 30 دينارا. بوزك جدهم قمتر أوتس دينار ترد. هذا السوار رخيصة رخيص يساوي 5 دنانير. بو بلاك أوزك أرزندر 5 دينار ترد. أين سواري يا أمي؟ أظن في الخزانة. بلاك أزوجم خير ده أي أنا جانم ويلي منكي شكابني إيش ده خاتم جميل من أزوجم شراليدن عقدي من لؤلؤ شادم دردندر سواري من فضة وخاتمي من ذهب بلاك أزوجم كمشتندر وأزوجم إس تلعدندر الخاتم يصنع من الذهب والفضة وغير ذلك من المعادن. أزوك تلدان وكمشتان وباشقة معدن لردن يسألند يسألت. هذا الرجل قوي جدا بوكش قوي جدا جديم كش ليدر قوة ليدر. هؤلاء الرجال أقوياء بوكشلر كش ليدرلر. أين قرطي يا أختي؟ لا أعرفه جيدا. أظن في الخزانة. زرقم قير ده اي وبا جانم لا اعرف من اني يخش بالميمن ويلي منكي شكاف ده. انت قوي وانا ضعيف سين كشليسا ومن اسا ضعيف زيف من كشسز من. هؤلاء الرجال اقوياء وهؤلاء ضعفاء. بو كشلر كشلي دلر وبولر اسا زيف دلر كشسز دلر. بنتي تلبس خاتم فضة. قزلاغم كمشتان بولين أزوكنا تقيت. الذهب يصنعون منه الأساورة والخواطم والساعات. تلا دن يا سيدلر نمانا الأساورة بلاك أزوكلرن والخواطم وأزوكلرن والساعة وساعتلرن. لبست الخاتم لبست الخاتم وزكنا تقديم. هذا العقد جميل جدا بشادة جدهم تراي ليدر. يكون الفتى قويا والشيخ ضعيفا. يجت كشلي بولد قارية إسا زيف كشسز بولد. الألماس حجر غال جدا ألماس جدهم قمات حجر نميدة تشدر تشدر.